منها وكبيرة سلام على عبادي الذين اصطفى. السلام عليكم. لحد الآن البشرية لم تأخذ درس من أخطائها، أما المثل الإنجليزي يقول من أخطائنا نتعلم، لكن عموما البشرية لا تريد أن تتعلم. يعني دائما الإنسان أناني يحب يجيب الرجال لوحده ويخلي عافيهم من الألم والبر ولا يخليهم في الجوع، ولا دائما يغرق بهم إلى النكهات الضعف المناعة والضعف في القوة العضلية والضعف في الهمة. يعني هو يزيد من غنى على حساب الفقراء. وأنا الروفي دائما قال الفصل بين الفريقين قاعد يتسع، يعني الشرخ قاعد يزيد يعظم أمره. يا اتقوا الله يا معشر الأغنياء، أراكم مخليتوا في الأموال هذيك إلا بفريق مستوي عموما. وإذا كان جيتوا توجد في طبيب نفساني كلبكم وقفكم، فاعلموا أنكم على حافة الهاوية، لأن اللي تصرفوه في هذه الميادين هو من لصوصيتكم، وخليتوا الناس يجيوا على العصعاص، وخليتوا الفقر يزداد من إيلام الناس ويعظموا بدون رحمة. ومن لا يرحم لا يرحم، ارحم من في الأرض يرحمكم في السماء، الرحمون يرحمهم الرحمن. أما آن الأوان أن يرتقي الإنسان إلى مصاف الإنسانية، حتى من يرى أخوه الذي يتألم وقته التي من عضها الفقر، حتى ولا تأكل فديها وتبيه شرفها وتخبي ذاتها ولا تسلم الطبيب ولا تسلم الدواء. الناس اتقوا الله في الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله في ضعيفي اليتيم والمرأة، أين أنتم من الأيتام وأنا أنتم من النسوان، اتقوا الله فيهما خير لكم قبل فوات الأوان. والسلام على من اتبع رضوان الله.